اهلا بكم من جديد. الان ينضم الينا زميلنا محمد بهاء مراسل اكسترا نيوز في بث مباشر لعرض اهم ما تناولته الوكالات العربيه والدوليه. محمد صباح الخير واليك الكلمه. طبعا صباح الخير إيمان، وكل تحية لك وللسادة مشاهدي إكسترا نيوز في هذه الجولة الصباحية لأبرز وأهم الأخبار التي تناولتها الوكالات الدولية والعربية. البداية مع هذا الخبر الذي أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط بعنوان: الرئيس السيسي ورئيس الوزراء الياباني يفتتحان جلسة حوار الأعمال بين القطاعين العام والخاص في إطار تيكاد السابع. وجاء في متن هذا الخبر: افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الياباني شينزو أبي صباح اليوم الخميس جلسة حوار الأعمال بين القطاعين العام والخاص، والتي تعقد في إطار مؤتمر طوكيو الدولي السابع للتنمية الإفريقية، والذي بدأ أعماله اليوم بمدينة يوكوهاما اليابانية ويستمر حتى غدا 30 أغسطس الجاري. وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته في افتتاح الجلسة: إن جلستنا اليوم تعقد تحت عنوان الحوار بين القطاعين العام والخاص، لتؤكد العلاقة العضوية الوطيدة بين الطرفين، والتي تهدف في نهاية الأمر إلى تحقيق التنمية المستدامة المنشودة لشعوبنا، حيث أن تحقيق انطلاقة اقتصادية قوية لم يعد مسؤولية الحكومات فحسب، بل يتطلب إيجاد شراكة بناءة مع القطاع الخاص كقاطرة لنمو الرئيسية جنبا إلى جنب مع الدور القوي للدولة كداعم ومنظم ومحفز للنشاط الاقتصادي. وأضاف الرئيس السيسي أنه من المنطلق أود التنويه للدور الحيوي للقطاع الخاص لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، نظرا لما يتمتع به من إمكانات كبيرة تؤهله للقيام بدور فعال في شتى المجالات الاقتصادية والاجتماعية، حيث يعد القطاع الخاص بمثابة المحرك الرئيسي لتوفير فرص العمل الدائمة وزيادة مستوى الدخل، بما يسهم في الخروج من دائرة الفقر، بالإضافة إلى أنه يسهم بشكل كبير في تزايد النمو الاقتصادي على المدى الطويل. ومن وكالة أنباء الشرق الأوسط إلى وكالة الأنباء السودانية والتي أوردت هذا الخبر: الاتحاد الإفريقي يدعو اليابان لتكثيف استثماراتها بإفريقيا. وجاء في متن هذا الخبر: حث الاتحاد الإفريقي الحكومة اليابانية على مواصلة الارتقاء بالاستثمار في القطاع الخاص في إفريقيا باعتبار ذلك أفضل وسيلة لتعزيز التنمية الاقتصادية. ودعا رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقيه محمد اليابان إلى وضع مشاريع الشراكة بين القطاعين الخاص والعام في صلب أجندة تنميتها مع إفريقيا. وفي كلمته خلال مراسم افتتاح مؤتمر طوكيو السابع حول تنمية إفريقيا في مدينة يوكوهاما اليابانية، أكد رئيس المفوضية أن الشراكات بين القطاعين العام والخاص تعد النموذج الأمثل للتنمية. وأوضح موسى فقيه أن الشركات الإفريقية ستكون قادرة على استغلال مقومات القارة بما يخدم مصلحة جميع الأفارقة من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص وبفضل الاستثمارات اليابانية. وصرح رئيس المفوضية أن هذا التطلع دل عليه التمثيل القوي للقطاع الخاص ومشاركته الواسعة في مؤتمر تيكاد السادس المنعقد في العاصمة الكينية نيروبي عام 2016. واعتبر فقيه محمد أنه يجب بشكل عاجل الارتقاء بهذه الاستراتيجيات وضمان استفادة إفريقيا من الوضع وأخذ الشركات الصغرى والمتوسطة الإفريقية بعين الاعتبار وتوجيه اهتمام كبير لتحسين مناخ الأعمال داخل دولنا الأعضاء. ومن وكالة الأنباء السودانية إلى وكالة الأنباء الإثيوبية التي تناولت هذا الخبر بعنوان: رئيس وزراء إثيوبيا: نعمل في تطوير مجال القطاع الخاص. وجاء في متن هذا الخبر مشاهدينا الكرام:
قال رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد في انطلاق مؤتمر طوكيو الدولي السابع لتنمية إفريقيا في يوكوهاما في اليابان، قال أن دولته تعمل على تطوير القطاع الخاص والتكامل الإقليمي من خلال جهود الإصلاح الأخيرة في إثيوبيا. وقال إن توسيع مساحة مشاركة القطاع الخاص أمر مهم لضمان استدامة النمو الاقتصادي، بما في ذلك مواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية. وقال إن البلاد تفتح المجال أمام القطاع الخاص للمشاركة بنشاط في هذا المجال وإدخال الابتكار في السوق. وقال للمشاركين: لقد اتخذنا خطوات لتوفير مساحة للاستثمار الخاص في مجالات مثل الاتصالات والطاقة والطيران والخدمات اللوجستية. وإلى وكالة الأنباء العالمية رويترز التي أوردت هذا الخبر حول مقتل 7 أشخاص على الأقل في فيضانات بجنوب المغرب. قالت السلطات المغربية مساء الأربعاء إن 7 أشخاص على الأقل لقوا حتفهم في فيضانات ناجمة عن أمطار غزيرة قرب تارودانت على بعد 600 كيلومتر جنوبي الرباط. وأضافت أن التساقطات المطرية القوية أسفرت عن مقتل 7 أشخاص في قرية داروتيزرت قرب مدينة داروتانت. وذكرت أنها تبحث بمعاونة السكان المحليين عن ناجين محتملين، وأنها ستطلع الرأي العام الوطني بآخر المستجدات. وكانت مقاطع مصورة انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي أظهرت مجموعة من الأشخاص يتابعون مباراة لكرة القدم قبل أن يجرف نهر فائض الملعب وسط صراخ الأهالي. وتشهد جبال الأطلس المتوسط حيث توجد القرية فيضانات من حين لآخر، كما تعرف بطبيعتها القاسية وتضاريسها الوعرة، لكن قلما تحدث فيضانات في فصل الصيف. ومن وكالة الأنباء العالمية رويترز إلى وكالة الأنباء الكورية، وهذا الخبر الذي أوردته. كوريا الشمالية تعقد جلسة مجلس الشعب الأعلى اليوم. تعقد كوريا الشمالية الجلسة الثانية للعام الجاري من مجلس الشعب الأعلى 14، وهو المسمى الرسمي للبرلمان الوطني للبلاد، اليوم الخميس في بيونغ يانغ. ومن المعتاد أن تعقد بيونغ يانغ جلسة دورية لمجلس الشعب الأعلى مرة واحدة سنوية في شهر إبريل، وتضع فيها المبادئ الأساسية لسياسات الدولة وتعين كبار المسؤولين وتصادق على الميزانية الوطنية وغيرها. وسبق أن عقد الشمال الجلسة الأولى لمجلس الشعب الأعلى 14 في يومي 11 و12 من إبريل الماضي، وألقى الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون أول كلمة بالمجلس منذ توليه زمام السلطة في الجلسة المنعقدة في إبريل الماضي، وطرح خلالها السياسات الداخلية والخارجية ومستقبل الدولة منذ انهيار قمة هانوي بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة، ومن ضمنها موقف البلاد من المباحثات النووية والمتوقفة مع الولايات المتحدة والعلاقات الثنائية بين الكوريتين. وفي هذا السياق تلتفت الأنظار حول جدول أعمال الجلسة التي دفعت الشمال إلى عقد جلسة جديدة بالعام الجاري بعد مرور 4 أشهر من الجلسة الأخيرة، علما بأن كوريا الشمالية اعتادت عقد جلسة واحدة للمجلس في العام منذ تولي كيم قيادة البلاد باستثناء عامي 2012 و2014 اللذين عقدت فيهما جلستين.
ومن وكالة الأنباء الكورية إلى وكالة الأنباء الروسية المعروفة اختصارا باسم سبوتنيك، وهذا الخبر الذي أوردته بعنوان الخارجية الروسية: روسيا مستعدة للعمل كضامن للاتفاق بين واشنطن والطالبان. صرحت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن موسكو مستعدة للعمل كضامن للاتفاق بين الولايات المتحدة وحركة طالبان الأفغانية، إذ تلقت مثل هذا الاقتراح. وقالت زاخاروفا في مؤتمر صحفي: الجانب الروسي مستعد ليكون بمثابة مراقب على توقيع أو ضامنا لتنفيذ الاتفاقيات بين الولايات المتحدة وحركة طالبان إذا طلب منها ذلك. في الوقت نفسه نعتقد أن الآلية الدولية لضمان الاتفاقات يجب أن يتم تحديدها خلال المفاوضات بين الطرفين، أي الولايات المتحدة وطالبان، بالتشاور مع الضامنين الدوليين المحتملين. ويتفاوض الطرفان في قطر منذ العام الماضي على اتفاق يتركز على انسحاب القوات الأمريكية لإنهاء أطول حرب للولايات المتحدة على الإطلاق، في مقابل ضمانات من طالبان بألا تستخدم جماعات متطرفة دولية الأراضي الأفغانية للتخطيط لهجمات. ويسعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جاهدا لسحب قوات بلاده من أفغانستان لإنهاء الحرب المستمرة منذ 18 عاما. ومن وكالة الأنباء الروسية سبوتنيك إلى وكالة الأنباء الجزائرية والتي أوردت هذا الخبر: الجيش الوطني الشعبي أضحى يتميز بوعي شديد بحساسية المهام الموكلة إليه، وجاء في متن هذا الخبر. أكد الفريق أحمد قائد صالح نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بوهران أن الجيش الوطني الشعبي أضحى يتميز بوعي شديد لحساسية المهام الموكلة إليه في ظل التحديات التي بات يفرضها واجب حماية استقلال الجزائر. وأوضح بيان لوزارة الدفاع الوطني أن الفريق قائد صالح جدد في كلمة ألقاها في رابع وآخر يوم من زيارته للناحية العسكرية الثانية، جدد تأكيده على ضرورة مواصلة بذل المزيد من الجهود المثابرة من أجل بناء جيش قوي عصري ومتطور عماده العنصر البشري الكفء والمتخصص القادر بمهارة عالية على استيعاب التقنيات الحديثة والتكنولوجيا المتطورة التي بات يفرضها واجب حماية استقلال الجزائر وصيانة سيادتها الوطنية. وقال بهذا الخصوص: لقد تم توفير كافة عوامل النجاح المطلوبة، وتم تهيئة كل سبل التطور المهني المحترف من حيث التجهيز والتكوين والتحضير، مضيفا أننا ندرك جيدا بارتياح شديد أن كل هذه الجهود المبذولة قد أثمرت نضجا مهنيا رفيعا وتمرسا قتاليا عاليا، وأنتجت وعيا شديد الحساسية للمهام الموكلة إليه وضرورة أدائها على الوجه الأصوب والأكمل. وإلى آخر أخبار جولتنا الصباحية مشاهدين الكرام، وهذا الخبر الذي أوردته وكالة الأنباء السورية المعروفة اختصارا باسم سنا: الجيش السوري ينفذ ضربات مركزة ضد جبهة النصرة في محيط سراقب بريف إدلب الجنوبي. وجاء في متن هذا الخبر: وجهت وحدات الجيش العربي السوري ضربات مركزة ضد تجمعات تنظيم جبهة النصرة والتنظيمات الإرهابية الأخرى في مناطق انتشارها بمحيط بلدة سراقب في ريف إدلب الجنوبي، وكبدتهم خسائر بالأفراد والعتاد.
وذكر مراسل سانا في حما أن الجيش وفي إطار مواصلة عملياته العسكرية ضد التنظيمات الإرهابية في محافظة إدلب نفذ ضربات مكثفة بسلاحي المدفعية والصواريخ ضد نقاط تمركز إرهابي النصرة في محيط قرى وبلدات الشيخ مصطفى وكفر سجنة ومعرة حرمة ومعر شورين وشهر ناز وأطراف سراقب ومحيطها. وبيّن المراسل أنه وفق المعلومات الميدانية فقد تم تدمير تحصينات وعتاد للإرهابيين وإيقاع خسائر في صفوفهم. وتصدت وحدات من الجيش أمس لهجوم شنه إرهابي جبهة النصرة على النقاط العسكرية المنتشرة على محور بلدة شم الهوى في ريف إدلب الجنوبي، وأوقعت أغلب أفراد المجموعات الإرهابية المقاتلة بين قتيل ومصاب ودمرت آلياتهم. مشاهدينا الكرام، كانت هذه جولة لأبرز وأهم الأخبار التي تناولتها الوكالات العربية والدولية. أشكركم على كرم المتابعة، والآن عودة مرة أخرى إلى الزميلة إيمان في استوديو أكسترا نيوز. محمد بهاء مراسل أكسترا نيوز، أشكرك شكرا جزيلا على هذه الجولة التي استعرضتها معنا من الوكالات العربية والدولية، شكرا جزيلا لك. الآن نذهب إلى فاصل قصير ونعود لاستكمال تغطية الآن، ابقوا معنا.